أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قومنا ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم. Thank you.
أن نتحدث عن المقاطعة أو المشاركة نتحدث عن هؤلاء الذين سيتولون أمرنا، صحيح ولا لا؟ وكل من نادى بتحكيم الشريعة الإسلامية ماذا يقولون له؟ إنك تريد أن تجر عقارب الساعة إلى الوراء. هذا دليل على أن النظام الجزائري لا يريد إلا شيء واحد، هي المشاركة ولو بورقة بيضاء حتى يأخذ هذه المشاركة. يطلبوا من الأئمة أنهم يتكلموا للناس لازم يروحوا يشاركوا في ماذا؟ في الانتخابات تاع 2012. النظام الجزائري يذهب إلى فرنسا، وأنا لا شك أن هناك صفقة بين النظام الجزائري والنظام الفرنسي. طيب كان يروح لفرنسا على ما لقيمش عليه القبر. أنا دشت يعني أخونا مراد دهينة فك الله أسره إن شاء الله، هذا الشاب العالم ما نقولكم بكل صراحة، لو كان نجيه في دولة تحترم نفسها بوتفليقة لابد أن يحال على المحاكم. لماذا؟ لسببين. سمع صراحة حتى أنتم ما يسيدي يقعدوا في البلاد، ما ناش نقولكم نقتلكم ولا ننفيكم، خلوا كل الشعب الجزائري يقدم المشاريع نتاعه، المسلمين يقدموا والعلمانيين يقدموا والديمقراطيين يعدموا وخليوا الشعب هو اللي يختار. قال لك لا هذه ما كاش منها الشعب، هذا قال لك يختاركم أنتم.